بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، بعدما تكلم على أسلوب التوكيد وأسلوب الحذف، بدأ يتكلم على أسلوب جديد وهو التقديم والتأخير. بعض العلماء اعتبروا التقديم والتأخير جزء من المجاز، وبعضهم اعتبروه أنه هو خارج عن المجاز، بل هو أسلوب بحاله. القول في التقديم والتأخير يعني تقديم ما حق تأخير وتأخير ما حق تقديم. وزي مثلا ساعات نقدم المفعول على الفاعل، مع ان الفاعل المفروض هو اللي يقدم، ساعات نقدم الخبر على المبتدأ، وحين المبتدأ ايه هو المفروض اللي يقدم. طب بتبقى دي كلها بتبقى لي اسباب بلاغية في الكلام، فهمت بقى؟ يقول القول في التقديم والتأخير هو احد اساليب البلاغة. يبقى كأن ده الأسلوب الثالث، هو بدأ بالتوكيد وبعدين الحذف وبعدين الأسلوب الثالث إيه؟ التقديم والتأخير. وحيجي بعد كده الأسلوب الرابع القلب، هنعيش شوية كده، هنعيش إيه سنتين كده كمان لسه قدامنا. الصبر جميل. احنا بدأنا الزركشي ده من أيام الدارمي، يعني أيام قدماء المصريين، وخلصنا في ميعاد دارمي وهو لسه شغال، وخلصنا اللؤلؤ والمرجان وهو لسه شغال، ونخلص قربنا نخلص برضو رياض الصالحين وهو لسه شغال. فربنا يسهل يا سيدي. اللي يخش في الزركشي ما بيطلعش، بحر بحر والله. الزركشي ده راجل بحر ما شاء الله، ربنا يكرمه ينفعنا ببركاته. فبيقول ايه؟ هو احد اساليب البلاغه اللي هو التقديم والتاخير، هو احد اساليب البلاغه، فانهم اتوا به دلاله على تمكنهم في الفصاحه وملكتهم في الكلام وانقياده له، وله في القلوب احسن موقع واعذب مذاق، وقد اختلف في عده من المجاز، فمنهم من عده منه لانه تقديم ما رتبته التاخير كالمفعول، وتاخير ما رتبته التقديم كالفاعل، نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه. والصحيح أنه ليس منه، يعني ليس من المجاز، فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع، يعني المجاز نقل في المعنى مش في الرتبة. تقديم التأخير ده نقل في الرتبة، لكن المجاز ده نقل في المعنى. أقول بحر وأنا أقصد إن مش البحر اللي الناس بتنزل تحوم فيه، أقصد بيه إيه؟ العالم الكبير. فهمت؟ يبقى نقلته لمعنى تاني. أقول أسد وأقصد بيه الجندي في المعركة، ما أقصدش بيه الأسد اللي في جنينة الحيوانات. فهمت بقى إزاي؟ يبقى المجاز ده بنقل الجملة عن معناها الأصلي إلى معنى جديد، ده المجاز. لكن التقديم والتأخير إيه؟ ده مش من المجاز. ليه بقى؟ لأنه ده تقديم رتب مواقع بس، يعني موقعه هنا حطيته هنا، مش هنا حطيته هنا، لهدف بلاغي. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده كلام الزركشي عنده حق ان يقول لك انه ليس من المجاز، لان المجاز نقل معنى وده نقل رتبه. ويقع الكلام فيه في فصول، هنعيش فيه كتير بقى ان شاء الله الفصول. الفصل الاول في اسباب التقديم والتاخير، الاول في اسبابه. طبعا هيقول لك يجي 20 سبب، هنعيش حياه جميله مع الزركشي. بدل ما انت عايش حياة جميلة مع الجهل وإيه والغفلة، عيش بقى مع الانتباه والعلم. الأول في أسبابه وهي كثيرة، أحدها أن يكون أصله التقديم ولا مقتضي للعدول عنه، كتقديم الفاعل على المفعول والمبتدأ على الخبر وصاحب الحال عليها، نحو جاء زيد راكبا، ما تقولش جاء راكبا
زايد، يعني مش مقبولة أوي، واخد بالك إزاي؟ لأن ممكن يبقى جاء إيه إنسان وهو راكب زيد، صح؟ تديك المعنى ده؟ يعني زيد حمار مثلا مركوب ما تمشيش، فتديك معنى مخالف خالص. لكن لازم تقول جاء زيد راكبا، واخد بالك؟ تبقى ماشية حلو. لو جبت راكبا قبل زيد تديك معنى غريب الشكل، تتصور ان في حمار اسمه زيد وجا واحد راكب زيد. علشان كده ايه يقول لك ايه تقديم، ما اصله ايه التقديم لمعنى فيه. الثاني ان يكون في التأخير اخلال ببيان المعنى، كقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من آل فرعون ده ايه؟ تعتبر من آل فرعون دي تعتبر كأن ايه صفته كده او حاله كده، انه من حاله من آل فرعون. طيب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لو فإنه لو أخر قوله من آل فرعون فلا يفهم. يعني تصور انه قال ايه وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، يبقى ده بيكتم إيمانه من آل فرعون، لكن هو مش من آل فرعون، يديك معنى غلط، يديك معنى غلط خالص، صح ولا لا؟ فعلشان كده لازم تبقى حكاية مترتبة كده علشان ايه ما تغيرش خلاف في المعنى. يبقى أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى، زي هنا لو كان أخرها يخل المعنى. وجعل السكاك من الأسباب كون التأخير مانعا مثل الإخلال بالمقصود، كقوله تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. بتقديم الحال أعني من قومه على الوصف اللي هو الذين كفروا، ولو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنيا، لأنها هنا اسم تفضيل من الدنو وليس اسما، والدنو يتعدى بمن، وحينئذ يشتبه الأمر في القائلين أنهم أهم من قومي أم لا، فقدم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود وهو كون القائلين من قومي. يعني نشوفها كده، لو أخرناها هتشوف الآية هتلاقيها إيه اتلخبطت إزاي. وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. شفت الايه يحصل خلل في المعنى. لكن لما امننا الخلل ده في الايات اللي قبلها في قصة سيدنا نوح في سورة المؤمنون برضو، قال ايه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر يريد ان يتفضل عليكم، امننا هنا بقى الخلل، فراح اخر من قومي شوية. فهمت ازاي؟ قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. هو حقه كان يقول في موضع متقدم على الآية دي، هي في نفس السورة بس كلمة في موضع آخر يشعرك أنها جت بعدها، مش كده برضو؟ في حين أن دي جت قبلها، فنكتب كده أحسن. قال الله تعالى في موضع متقدم من هذه السورة فوق بدل آخر كده، هزلت والله لما الفقير إلى الله يعدل على الزركش، هزلت من علامات القيامة. المهم لكن هي على أي حال إيه تلاقيها جواب في موضع متقدم هتكون أحسن شوية، لأن دي قصة سيدنا نوح اللي هي ذكرت أول قصة في سورة المؤمنون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، بتأخير المجرور عن صفة المرفوع. يعني مرة قدم أستتملي إيه، أنت بتجيب الصفة الأول وبعدين الحال الثانية،
لكن في الايه، في الموضع اللي جابه في الاول، عبل عمل ايه؟ بدأ بالحال وبعدين جاب الصفة. فهمت ازاي؟ يبقى هنا تقديم محق تأخيره. يعني جاء مثلا ايه؟ الشيخ المجتهد راكبا. فما تقولش جاء الشيخ راكبا المجتهد. ما تمشيش. يعني بتجيب انت الصفة الأول وبعدين تجيب الحال. ترتيب كده، ترتيب الكلام كده العاقل. الناس العاقلة يعني، فهمت؟ لكن هنا سبحان الله لما ايه؟ لما أمن اللبس قدم ايه؟ الصفة على الحال. ولما كان يحصل لبس ايه يعني أخر الصفة عن الحال، ولما حصل لما كان يحصل لبس راح ايه؟ قدم الحال على الصفة. مع ان العادة انك ما بتقدمش الحال على الصفة. فهمت ازاي؟ ونقف عند هذا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بتأخير المجرور اللي هو تكتب فيه ايه؟ الحال. المجرور اللي هو الحال عن صفة المرفوع. والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد عشان عندنا النهاردة قعدة طويلة شوية في دليل الفالحين. ابن علان بيأخرنا أوي رضي الله عنه وأرضاه. يؤخرك ليقدمك يا سيدي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكري الغافلون.